السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف الآن عند باب القطانين، وهو أحد أشهر وأجمل وأهم أبواب المسجد الأقصى المبارك، يقع في السور الشرقي، وسمي باب القطانين لأنه يفضي أو يخرج منه إلى سوق كان يباع فيه القطن يسمى سوق القطانين. المميز في هذا الباب أنه أعلى أبواب المسجد الأقصى المفتوحة، وهو أكثرها جمالا من حيث العناصر الزخرفية والعناصر المعمارية. فأنتم تلاحظون مثلا الحجارة الملونة التي تعطينا شكل الشمس، وكأنها شمس الحرية مرسومة بالحجارة الحمراء والحجارة السوداء، شمس ترمز إلى الحرية. وفوق هذه الشمس تلاحظون فنا معماريا إسلاميا يسمى المقرنصات، وهي عبارة عن حجارة تنحت على شكل خوذة جندي لكنها مقلوبة، خوذة جندي إلى الأسفل. الآن لاحظوا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، هذه اللوحة الفنية التي تتشكل من خوذة الجندي، المقرنصات التي أخذت شكل خوذة الجندي المحنية مع شمس الحرية، وكأنها تقول لنا أن شمس الحرية، نقرأ هذه اللوحة الفنية قراءة روحية، تقول لنا أن شمس الحرية المشكلة بالحجارة الحمراء والحجارة السوداء وكأنها لن تشرق إلا على أهل الحديد، أهل الحديد الذين يلبسون الخوذ على رؤوسهم ويحملون السيوف في أيديهم. هذه الخوذ الحديدية الموجودة في المقرنصات كأنها تقول لنا المسجد الأقصى بغير حديد مذبوح من الوريد إلى الوريد. المسجد الأقصى حتى يحرر يحتاج إلى أهل الحديد. شمس الحرية هذه لن تبزغ على المسجد الأقصى المبارك إلا على أهل الحديد الذين يلبسون هذه الخوذ على رؤوسهم. ثم لاحظوا إخواني الكرام أخواتي الكريمات أن المقرنصات هذه على شكل خوذة جندي منحنية إلى الأسفل، وكأنها تذكرنا بتواضع المنتصرين، تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فتح مكة، فدخل وهو يلبس الخوذة على رأسه، فدخل حانيا رأسه تواضعا لله عز وجل، وكأن خوذته انحنت وانقلبت إلى الأسفل فأخذت شكل هذه المقرنصات تماما. وكذلك صلاح الدين الأيوبي حين دخل المسجد الأقصى فاتحا وهو يلبس الحديد وخوذة الحديد على رأسه، دخل المسجد الأقصى فاتحا حنى رأسه تواضعا لله عز وجل وسجد تواضعا لله عز وجل، فأصبحت خوذته منحنية إلى الأسفل كهذه المقرنصات. فهذه المقرنصات كما أنها تذكرنا بأهمية الحديد للأقصى وأنه بدون الحديد مذبوح من الوريد إلى الوريد، هي بشكلها المنقلب إلى الأسفل تذكرنا بأهمية التواضع، وتقول لنا إذا كنتم من أهل الحديد وساهمتم في تحرير المسجد الأقصى ودخلتم من باب الأقصى فاتحين محررين، لا تنسوا أن تسجدوا بخوذكم لله عز وجل، فتحنوا رؤوسكم وتحنوا خوذكم لله عز وجل لتكونوا متواضعين، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفاتحين وأن يرزقني وإياكم سجدة الشكر بعد تحرير الأقصى في ساحات المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.